الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. عدو طاغوت يهجم على بلد، يقتل الناس، يدمر البلد، ثم يخرجونه بالقوة. بعد ذلك تبقى هذه الأمة، الشعب في ذلك البلد، على مدار الساعة من دون وجود أي عطلة، من دون وجود أي ساعة راحة، يحرسون الحدود مع هذا العدو، يملؤون الثغور التي من الممكن أن يهجم هذا العدو مرة أخرى منها. كي لا يغفلوا لحظة واحدة فيهجم مرة أخرى ويكرر الجرائم. هذه المداومة تسمى المرابطة، يعني دائما حفظ هذه الأماكن التي من الممكن أن يدخل منها العدو. فيروس ينتشر في العالم،
الجهات الصحية الطبية على مدار الساعة بانتباه تعمل لكي لا يدخل الفيروس إلى البلد. تلك مرابطة كي لا يدخل العدو، هذه مرابطة كي لا يدخل فيروس. وأمثال هذه النماذج، هذه ما نفهمها، ولكن المشكلة أننا أو أن بعضنا لا يستوعب ما هو أهم من هذا بكثير. هناك عدو، هناك فيروس اسمه الشيطان. أكثر يقظة من أي عدو، لا ينام، لا يغفل، لا ينسى. هذه كلمات واردة في الروايات الشريفة طبعا. على مدار الساعة منتبه يقظ، جيشه كثير جدا في كل مجالات الحياة، جيشه موجودون، لا يريدون أن يحتلوا بلدا مثلا، لا يريدون أن يدخلوا مرضا إلى جسم، لا يريدون أن ينسفوا كيانك. هذا الجيش الشيطاني يريد أن يسلب منك كل شيء، أن يسلب منك إنسانيتك، أن يأخذ منك عبوديتك لله سبحانه وتعالى، أن يأخذ منك دنياك، أن يأخذ منك آخرتك، أن يأخذ منك ما هو أهم من كل هذا وهو رضا الله سبحانه وتعالى. هكذا عدو نتعامل معه كما نتعامل مع فيروس، كما نتعامل مع عدو عادي، أم نغفل؟ هذا لا يحتاج إلى مرابطة. الفيروس الذي غاية ما يصنع، إذا كان فيروس قوي غاية ما يصنع أن الإنسان يموت، ينتقل من عالم إلى عالم ثاني لا أكثر. لا، ذاك تبقى آثاره إلى الأبد، يريد أن يأخذ منك جنة الله. نرابط، نتعامل معه بانتباه أم لا؟ هنا تأتي أهمية تزكية النفس. ثلاث نقاط سريعة فيما يرتبط بتزكية النفس. النقطة الأولى، التهيؤ للمفاجآت. فيما يرتبط بالعدو الذي يريد أن يحتل بلدا، لا نقول نحن نترك الثغور، متى ما دخل نفكر كيف نخرجه، لا، باستمرار نحن منتبهون من قبل، نتهيأ كي لا يتمكن أن يدخل. بالنسبة للفيروس لا نقول ليدخل الفيروس ليستحكم في الجسم، بعد ذلك نرى ماذا نصنع، كيف نخرج هذا الفيروس من الجسم، لا، نقوي المناعة كي لا يتمكن أن يؤثر في أي عضو من أعضاء الجسم الداخلية. مع هذا الفيروس، مع هذا العدو الذي اسمه الشيطان،
يلزم أن نتهيأ من قبل في وقت المنعطف، في وقت الضربة لا تتمكن أن تزكي نفسك. إذا كنت قد صنعت شيئا يقاوم الشيطان في المنعطفات الصعبة تتمكن أن تخرج بسلام، وإلا الشيطان لا يسمح لك، لا يمهلك لتذهب وتزكي نفسك في وقت الصرع يصرع، لا يمهلك ثانية واحدة أحيانا باستمرار وساوس، باستمرار يجمل يزين القبائح. الشخص الذي لم يتهيأ لمفاجآت الشيطان العياذ بالله، مرة واحدة يرى أمامه آلاف مؤلفة مدججين بالسلاح، وجيش الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ألف وشيء، والإمام سيد الشهداء الصادق المصدق يقول لهم من بقي يوم غد فإن من الرجال فإنه يقتل. ترى عشرات عشرات مئات مئات تسارعوا تسابقوا للانهزام لترك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الشيطان هنا لا يمهلك لتذهب تزكي نفسك بعد ذلك تأتي، لا، الشخص الذي لم يتهيأ لمفاجآت الشيطان هنا يسرع. تركوا إمام زمانهم للرماح للسهام للسيوف وبقيت ثلة قليلة. هؤلاء الذين كانوا قد تهيأوا من قبل لضربة الشيطان بقوا صمدوا تلقوا بصدورهم السهام ليدافعوا عن الخيام، ومن في الخيام من الطاهرات الزاكيات، تسابقوا إلى الاستشهاد بين يدي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مسابقة، هذا يريد أن يسبق ذاك. ولو قتلوا ألف مرة كانوا يصمدون. القضية قضية بارتياح صنعوها، النفس مهيئة، الشيطان لا يتمكن أن يصرع هذا الشخص لو ألف مرة قتل. التهيؤ للمفاجآت، أنا بعد ذلك إن شاء الله أرى وضعي، لا، إذا لم تكن متهيئا لمفاجآت الشيطان العياذ بالله تعالى العياذ بالله قد يصرع الإنسان، يصرع يعني في أمان الله، يعني كل شيء انتهى. الذين تركوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أين هم؟ في أي دركة من دركات جهنم؟ انتهى وخلاص. النقطة الثانية المعرفة، إحدى أهم طرق، لعلي أقول أهم طرق، ولكن إحدى أهم طرق تزكية النفس المعرفة. يعني ماذا المعرفة؟ يعني أن تعرف لماذا أنت موجود هنا، لماذا أنت موجود في الدنيا. دخلت من بوابة إلى الدنيا وستخرج من بوابة أخرى إلى البرزخ، لماذا أنت هنا؟ أن يعرف الإنسان، لا أقول من هو، أقول أن يعرف الإنسان ما هو، أنا ماذا، لا أقول أنا من، ماذا أنا وماذا أريد به وماذا أريد منه.
أن يعرف الإنسان خساسة انحطاط دناءة الدنيا، أن يعرف الإنسان عظمة الآخرة، أن يعرف الإنسان عظمة الجنة، أن يعرف الإنسان عظمة ما هو أعظم وأعظم وأعظم من الجنة وهو رضا الله سبحانه وتعالى، أن يعرف أن رضا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله عز وجل هو رضا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. معرفة، أن يدرك الإنسان هذه الأمور. إذا أدرك الإنسان هذه الأمور بالفعل أدركها، لمسها، استوعبها بوجدانه، يتمكن أن يصنع به الشيطان شيئا؟ يزين له ماذا؟ يزين له الدنيا، وهو يعرف أن الدنيا لا تسوى شيئا نهائيا. أن يقدم الشيطان في نفسه شيئا على رضا الله عز وجل لا يتمكن. الذي يدرك جوهرة، وأمام هذه الجوهرة جيفة، الذي يدرك قيمة هذه الجوهرة والذي يدرك دناءة هذه الجيفة، أجلكم الله، من الممكن أن يرجح الجيفة على الجوهرة؟ لا يمكن، لأنه يدرك. نعم، الذي لا يفهم أن هذه جوهرة، لا يفهم أن تلك جيفة، أجلكم الله تعالى، ممكن، نعم، ليس ممكن، لا، كثير ممن لا يدرك. المعرفة الطريق، من أهم الطرق، إن لم أقل أهم الطرق لتزكية النفس، المعرفة، أن يزداد الإنسان معرفة بالأشياء، حدود الأشياء. كثير من الناس لا يدركون هذه الأشياء، يأخذ الدنيا طولا عرضا، مشغول من أول لحظة استيقاظه إلى أن ينام، مشغول بالدنيا، لا يفكر في غير الدنيا، حتى لو أراد أن يصنع عمل خير يفكر الجهة الدنيوية من هذا العمل الخير، كل شيء دنيا. هؤلاء كثرة كثرة كثرة. المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله عليه يعبر عن هؤلاء، يقول: كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة، البهيمة المتروكة، شغلها تقممها، مشغولة بأكل من بالأكل من القمامة، شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أصلا لا تفهم ماذا أريد منك، مشغولة به. هذا الجانب. وفي المقابل هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة المتقين يعبر عن الأشخاص الذين فهموا، الذين عرفوا، الذين أدركوا حدود الأشياء. في خطبة المتقين يقول: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا حبيب وذاك الشمر. حبيب أدرك عظم الخالق في نفسه ليقتلوه 1000 قتلة في طريق سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لا يهمه. وذاك الشمر أو غير الشمر، لعنة الله عليهم، عليهم لعان الله،
بعضهم قاتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بشيء حتى أهل الدنيا يقولون إنه كان تافها. ويل لمن كفره نمروده. أهل الدنيا المشغولون بالدنيا قالوا هذا تافه، لأجل هذا قاتلوا سيد الشهداء أشرف خلق الله في عصره. النقطة الثانية المعرفة، النقطة الأولى الانتباه والتهيؤ للمفاجآت، النقطة الثانية المعرفة، نعرف الأشياء. أنا عندي شيء الله عز وجل جاء بي إلى هذه الدنيا لهدف. النقطة الثالثة اللذة. أهل الدنيا ما عندهم آخرة، لا ما عندهم حتى دنيا. أهل الآخرة عندهم الآخرة، نعم، وعندهم الدنيا. لذة محاربة الشيطان، لذة أن يصرع الإنسان النفس الأمارة بالسوء، هذه اللذة لا يدركها الملوك وأبناء الملوك. لذة ما فوقها لذة، لذة الإنسان في منتصف الليل هو متعب، يرغم شيطانه يقوم ويتعبد لله عز وجل. هذه اللذة أكبر من كل لذائذ كل الملوك وأبناء الملوك. لذة، لذة حقيقية دنيوية، لذة لا أقول أخروية، أخروية ثواب عظيم. تزكية النفس فيها لذة دنيوية ناهيك عن الآخرة. راحة هذا الشخص في الدنيا، الراحة النفسية في الدنيا أكبر من راحة نفسية يدركها الملوك. أصلا لا يدركون راحة نفسية أصلا أبناء الملوك. الراحة التي يدركها أبناء الملوك ليست هكذا، راحة زائلة سريعة الزوال، بخلاف هذا الشيء لذة حقيقية. أنتم مؤمنون تدركون ما أقول، لا يحتاج أصلا أن أقول لكم هذا الشيء لوضوحي. قد أفلح من تزكى، أفلح نفسره بالفلاح الأخروي وهو كذلك، لا في الدنيا أفلح، أفلح في الآخرة نعم. قد أفلح من تزكى، ما الآية التالية؟ وذكر اسم ربه فصلى، يعني ماذا؟ يعني كلما ذكر اسم الله، كلما ذكر اسم ربه يقوم يصلي ركعتين، ثلاث ركعات، خمس ركعات، أربع ركعات، حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الشطط. كلما تذكر الإنسان، ذكر الإنسان ربه، اسم ربه، يقوم يصلي ركعتين مثلا. في الحديث الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام سئل، الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقال لا هذا التفسير مو صحيح، يصلي كلما ذكر الله يصلي له، قال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. الله صل على محمد وآله. اجعل خط تحت كلمة ربه، كلما ذكر اسم ربه، انتبه لهذه الكلمة. شيئان مرتبطان، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التزكية لها، تزكية النفس لها أكبر ارتباط
آل محمد صلوات الله عليه. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ذكرت لكم الرواية المفصلة، مقاطع من الرواية الشريفة التي بيّنت أن الإنسان إذا تعرض لهجمة شيطانية، إذا هم بالذنب والعياذ بالله تعالى، إذا هم بالمعصية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد. هذا يكبل الشيطان، يجعل إبليس أب الشياطين يجعله في حبس. الرواية ذكرتها لكم. الكلمة الأخيرة، حديثا نصف سطر، عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الحديث في الكافي الشريف بسند صحيح عن زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه، عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن قل، المداومة. أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن قل. مرة بالسنة أصنع عملا صالحا أم أداوم؟ العمل الخير الذي يداوم عليه الإنسان حتى لو قليل، هذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.